نفس راضية قنوعة، تتميم كل اللي فات، إنها نفس غنية لا تتحسر على الدنيا، تتطلع إلى الآخرة راضية قنوعة. هي دي كتلة واحدة على بعضها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حديث صاحب الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. آمنا في سربه، الأمان، إنك قاعد في بيتك في أمان، والأمان ده من الله. قد تكون الدنيا تموج أمام باب دارك بالفتن والمشاكل والمشاغل والهموم والابتلاءات، وانت قافل عليك بابك وقاعد في منتهى الأمان القلبي. سيدنا إبراهيم ربنا ألهمه الحجة لما قال، قال الله عز وجل: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هو ده الأمان القلبي، الأمان الإلهي حين يسكبه في قلبك، حين يفيضه عليك. اللهم آمنا في دورنا، إنك أنت تبقى قاعد آمن في بيتك، آمن في مسجدك، آمن. دماغك دي ما هياش بتشت ولا بتسيء الظن بالله. سبحان الله العظيم. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. بس أكل الغداء موجود، ما بتسألش عن العشاء. زي ما قلت لكم قبل كده قصة سيدنا أويس القرني رحمه الله تعالى. أويس القرني كان كل ليلة يقول: يا اللهم إني أعتذر إليك عن كل بطن جائعة، فإنك تعلم أني لا أملك طعاما إلا ما في بطني. قال له: يا رب أنت تعلم أني ما معيش ولا لقمة غير اللي تعشيت بيها، فبعتذر لك عن الناس الجعانين، ما أقدرش أعمل لهم حاجة، ما معيش. العملة دي لنا ولا أنت نقدر نعملها بعد تلاجتنا ودواليب المطبخ. ما اقدرش اقول لربنا انا بعتذر لك عن الجعانين وانا البيت مليان، ومع ذلك تجد الناس اللي بيته مليان ده بيشكو بيشكو. قولوا الحمد لله. الحمد لله. النفس النبيلة. نكمل المرة الجاية بقى إن شاء الله.